لا اله الا الله، علينا زلزال يا جماعه. الله الحافظ. شوفوا اعوذ بالله من الشيطان. يا الله ستر. شوفوا شوفوا شنو صار. طالع اللي تكسر هذا كله. قال استغفر الله العلي العظيم. طالع لا اله الا الله، هذا كله بسبب الزلزال. والله ان الفندق للحين يهتز، بس باخذ جاكيتي بحاول اطلع برا. استغفر الله العلي العظيم. استغفر الله العلي العظيم. بيلي اي جاكيت بس اطلع برا. طالع 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 شو يتكسر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، قسما بالله شيء مرعب. شوف شوف قطعة الرخامة هذه شلون طاحت وانكسرت. استغفر الله العلي العظيم. لا اله الا الله. طالع طالع غرفة شلون صارت. بالله من الشيطان. استغفر الله العلي العظيم. الكهرباء طبعا طافية الحين. انا على هذا الاضاءة عندي، بس سريع سريع بحاول اطلع. والله ما ندري، فندق الناس كلها تصيح برا. أعوذ بالله من الشيطان. اسمع اسمع اسمع، شوف شوف الأغراض. ما ندري. طالع 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 حاول أني أطلع. شوف 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 من الشيطان وجهي. لا إله إلا الله. ما ندري هم حتى قاعدين يصيحون بالتركي. ما ندري ما ندري. بنطلع بسرعة بس ما ادري وين الطلعة. والله يستر على الربع. لا اله الا الله. والله ما ادري وين اروح. استغفر الله العلي العظيم. شوف هذا الناس تصيح. لا اله الا الله. شوف صياح الناس. لا اله الا الله. ولا ادري وين اطلع اصلا. انا المشكله قاعد احاتي ربعي. والله ما ادري وين. الله يستر لا يجي الزلزال مرة ثانية. ما أدري، ما المشكلة ماني حافظ غرف الربع. لا إله إلا الله. ها الشباب وينهم؟ الشباب وينهم؟ هذا أنا طلعت الحين. شوف شوف شوف. الله يستر أنا وغيس ورحمة. بس والله ما أدري شنو صار على الربع. الله يستر. لا حول ولا قوة. يلا روح روح بس اطلع من المكان. اطلع. شو يا جماعة قسما بالله. الله يستر. ها شنو؟ روح روح. ممكن الظاهر قاعدين يصحون، ممكن بيجي مرة ثانية ترى. ها لا إله إلا الله. شو يا جماعة شو شو. لا إله إلا الله. العالم كلها قاعدة تركض. والله يستر على الربع. والله لا إله إلا الله. زين أم مبارك غرفتها حافظينها شيء؟ ها الله يستر عليهم. شوف شوفوا يا جماعة شوف شوفوا من ده. شوفوا روح جاك جاك. لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم. روح روح روح. ترى جوازي واغراضي كلها بالسيفتي بوكس. ما معي ولا شيء. شوفوا الناس شوفوا الناس. لا اله الا الله. ما ندري شو. ها ها تعالوا تعالوا يا جماعه تعالوا. هذا جاء الزلزال مرة ثانية. الله يستر يا رب. الله يستر. هذا الزلزال مرة ثانية. جت الرزة. استغفر الله العلي العظيم. تعالوا عيال. شيخ محمد. أبو يعقوب. الشباب بنورة والربع وينهم؟ لا إله إلا الله. ما ندري عن الربع شنو صار عليهم. الله يستر علينا. مطر وغرقة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ولا الربع كلهم. شو هذا شايب. والله ما ندري ايش صار على الربع الحين. ولا ندري. الله يستر علينا. الله يستر عليه. هذا فندقنا اعوذ بالله. لا اله الا الله.
ما ندري شو اللي صار. استغفر الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اله الا الله، الله يستر. استغفر الله العلي العظيم. علي بالغرفه طاح عليك شيء؟ ها الضخام كله طاح على كتف. اقعد على هذا الحمد لله، اللهم لك الحمد. هذول الربع كلهم بخير. هذا صار في الفندق داخل. شوف، اللهم لك الحمد. والله كل شيء بلحظه تغير، كل شيء بلحظه تغير، الحمد لله. شو الدنيا فندق كأنه مدينة أشباح صار طالع، كأنه مدينة أشباح صار. هذا رايح غرفتي أنا، نذير معاي. ها يقول سنتين دائما كذي، ونحن بالحصار تحت. الله يستر عليكم. في سوريا الحمد لله، الحمد اليوم طيران في أعلى يعني تظل كل مرضعتي عما أرضت. الحمد لله، الحمد لله. أنا رايح الحين الله يستر غرفتي، وبنشوف أغراضنا كلها موجودة. أنا شوفي شوف شنو صار. نقول بسم الله والله يستر، إن شان ما جتنا مرة ثانية فوق، والله إنها مغامرة. يلا يا رجل بسم الله، الله يستر. نقول بسم الله، حتى بنجيب ملابس متنا من البرد. حتى غرفتي والله مضيعينها، ما ندري وينها. 1236، ما ندري حنا الدور الأول ولا الثاني هذا، لكن إن شاء الله الأمور طيبة. لحظة، 1230 من هناك غرفتي. شوفوا شوفوا يا جماعة، شوف هذا الديكور كله طاح. هذا مثل ما تشوفون قاعدين يبلغوننا إن فيه ارتدادية، وخلكم قريبين من الباب. الله يستر. والله بروح باتجاه الربع منا، وتطمنت هم على ربعنا الكويتيين الموجودين هناك كلهم، المحيلبي وابو يمعة والشباب اللي معاه كلهم خير وصحة وسلامة. بس الحين الأرض إلى الآن قاعدة تهتز، وكلمهم السوري اللي معانا، كلمنا تراك، قالوا لنا احتمالنا في ارتدادية يعني مرة ثانية. الله يستر. شوفوا 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 الدمار، الله الحافظ، الله الحافظ يا رب. ما شاء الله الناس كلها مقربة عند البيبان، الحمد لله على كل شيء. يعطيكم العافية. والله سبحان الله، حاطين هالكلب، يقول لك الكلب يحس قبلها. شوفوا لا اله الا الله. جماعه يوم هدت شويه الدنيا. شوف العماره هذه، الدور الاول هذا طال، الجام كله تكسر وانقلب، طاحت شوي منها. بس يقولون ان هني اكثر من 17 الى 14 عماره لا حول ولا قوه الا بالله سقطت، وفي اموات كثير، لدرجة أن وجه أغلب قوات الدفاع المدني والمطافي إلى أنطاكيا. شوف الله يحفظ الجميع ويستر على الجميع، الله يرحم حال الجميع.